السلام عليكم. في درسنا اليوم سوف لن تحتاج إلى الشاحن وتبقى تبحث عنه في كل مكان، سوف تجده أمامك في أي وقت. نعم، سوف تجد الشاحن أمامك في أي وقت لكي تشحن هاتفك. نعم، تضع هذا هنا ثم تشحن هاتفك ولن تبحث عنه في أي مكان. درسنا اليوم كيفية وضع منفذ USB داخل الفراغ. نعم، تابعونا. يمكننا الحصول على بوردة من هذا الشاحن، فهو ليس معطل تماما، ليس به رأس لكن يعمل. سوف نحصل منه على مثل هذه البوردة. نعم، مثل هذه البوردة. ثم نعود إليكم. سوف نحتاج إلى شاحن معطل أو يمشي، لا يهم. شاحن معطل يحتوي على مدخل USB، وسوف نحتاج إلى كابل USB من هذا النوع لكي نقوم بصنع هذا الشاحن. أولا نقوم بفك هذا الشاحن. نقوم بفكه. سوف نقوم بنزع هذا الجزء أو مدخل OTG. سوف نقوم بنزعه. نحن نحتاج إلى هذا المدخل، أما البوردة فلن نحتاجه. نقوم بنزع بآلة التلحيم. ننزع ونعود إليكم. هنا نحن قمنا بنزعها، والآن نقوم بتلحيم الأسود هنا. نلحم الأسود من هذه الناحية والأحمر من هذه الناحية. نلحم ونعود إليكم. قمنا بالتلحيم وغلفناه. ما علينا سوى وضع سلكين هنا وربطهم قوم بتلحيم سلكين هنا. نعم، نقوم بتلحيم سلكين هنا ثم نعود. نقوم بتغليف هذه البوردة التي صنعناها لحمايته. قمنا بتغليف هذه البوردة، سوف نقوم بتركيبها داخل هذه كما نسميها نحن البراش. نقوم بوضعها هنا. سوف نركب هذا USB هنا، يعني إضافة منفذ USB إلى هذه الموزع. بعد أن قمنا بتفكيك هذه البراشمة، سوف نقوم بنزع هذا لكي نضع مكانه منفذ USB، فنحن لا نحتاجه. هذا لا نحتاجه. سوف كما قلنا سوف نركب هذا هنا. سوف نقوم بتثبيته بهذا الشكل كما قلنا سابقا. نقوم بتثبيت هذا هنا. نعم، أثبته بالقليل من الغراء أو الكثير، لا يهم. نضع الكثير من الغراء، المهم التثبيت. نقوم بتثبيته ثم نعود إليكم. نقوم بالتعديل على هذه البرونش، ثم نقوم بتركيب هذه البوردة هنا. نقوم بتلحيم السلك، سلك هنا وسلك هنا.
حتى يتسنى لها الحصول على التيار الكهربائي، ثم تحويله إلى هذا المنفذ. سنقوم بالعملية ونعود إليكم. بعد أن قمنا بالتلحيم، نقوم بغلق الفرنشة، وهكذا قد نكون أضفنا منفذ USB إلى فراغتين. والآن هذه هي البرانشمان تاعنا، نقوم بتجربتها الآن. سوف نركب هذا في مأخذ التيار. لدينا هذا الهاتف ولدينا كيبل USB، هذا هو الكيبل. نقوم بتركيب هذا هنا، ثم نقوم بتركيب في الهاتف، وها هو، ولن تبحث عنه في أي مكان.